وفي إطار مكافحة الهجرة غير شرعية عبر البحر، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بستيديا رفقة فرقة الأمن والتحرير بمزغران من إحباط عملية إبحار سري تم خلالها توقيف 16 شخص من جنسية جزائرية، متابعة للتحقيق. وبعد التحريات تم تفكيك الشبكة الإجرامية التي نظمت الرحلة السرية والمتكونة من 10 أفراد. تم توقيف 4 أشخاص منهم، فيما بقي آخرين في حالة فرار. الشبكة تنشط بإقليم ولاية مستغالم ووهران. خلال العملية تم حجز قاربي النزهة، محرك نوع يامها قوة 85 حصان بحري، 20 سطرة نجاة، 3 عدادات خاصة بسرعة القوارب، 4 هواتف نقالة، 22 صفيحة بنزين ذات سعة 30 لتر.